السلام عليكم، نعيم عرشي رئيس جمعية التقنية. اليوم ضمن الندوة الختامية لمشروع لأجل تعزيز الحكومية المشاركة السياسية والتقنية في إقليم أسيلان، ومشروع بشراكة مع صندوق دعم التشجيع والتغيير للنساء. المدة ديالو هي 6 أشهر. يرام تشجيع المشاركة السياسية للنساء في الإقليم عبر تشغيل مشاركتهم وعبر تمكينهم من التكوين المستمر وتمكينهم من التجارب من تبادل التجارب مع نظيرتهم، وكذلك تكوين مجموعة من الشباب والشابات حول المشاركة السياسية وأهميتها. كان عبارة عن مجموعة من التكاليف، حيث تم تنظيم 3 ورشات تكوينية حول القوانين التنظيمية وحول الطرف والحشد التأهيل، وكذلك حول الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى زيارة تبادلية إلى جماعات أخرى من أجل الاستئناس بالفضاء الذاتي وسبل التدبير المحلي وتبادل التجارب مع النساء النظيرات التي انخرطن في العمل السياسي. وكانت الزيارة لجماعات أويزا باعتبار أنها تعرف نشاطا أخرى في تحية على مشاريع تنموية أخرى ونشاط الهيئة، وكذلك توفر على مجموعة من النساء النشيطات في الهيئات والانفتاح على الجمعيات المحلية. ثم تم تنظيم مجموعة من الندوات التي مكنت من الإفتتاح على مكونات أخرى من أجل تغيير التمثيلات حول المشاركة السياسية للنساء. تم اختتام المشروع على أساس أنه ستفتح له آفاق أخرى، مثل تعزيز تشبيك النساء المنخرطة في تسيير الشأن المحلي على مستوى الجهة، وكذلك العمل على تقليص القوى الرقمية بين الرجال والنساء من أجل تحسين ولوج المرأة للمعلومات والموارد الرقمية، وكذلك تعزيز انخراط جمعيات المجتمع المدني في تربية مرشحة الجمعيات في المناطق البعيدة من أسيلان من أجل تمكينهن من الولوج لفضاء التكوين وتبادل المعلومات، وتشجيع جمعيات المجتمع المدني على إبداء المشاركة في نداء المشاريع الذي ينظمه صندوق دعم تأهيل النساء سنويا من أجل تمكين النساء في الإقليم من المشاركة وتهيئة المجالس الجماعية خصوصيا لتسهيل تقليص الهوى بين الرجال والنساء وتحسين التمثلات حول مشاركة المرأة في السياسة. شكرا.